ترى من الهدافين يقالوا 16، تاليسكا 16، حمد الله 15. تنافس شديد صراحه، وجايهم ترى الدون واكيد لا دون 11 الان. لا رجع الاهداف اظن 10 11 الان، تنقص واحد داني. سيد الهلال واحد والنصر كان 9 واليوم سجل 2. رونالدو جايهم بس حتى الان. علي تتذكر اول ما جاء رونالدو قلنا في امل ياخذ الهداف؟ قالوا لا ما في امل. مرة ثانية رونالدو في امل ياخذ الهداف. كل شيء ممكن مع رونالدو، كل شيء ممكن. ولكن بشرط تلعب مباراة النصر كلها خارج 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 ملعبه. لا بس تاليسكا وحمد الله وقالوا وجودهم مميز، حضورهم جدا فارق في المباريات الماضية، وهذا يدلك على التركيز، تركيز اللاعبين الفردية وحتى تركيز الثلاثة هذول اللي في المقدمة هم الثلاثة في اللي ينافسون على الدوري. معناته الهدافين له تأثير كبير في سلم التدريب. شوف هي الهدافين انهم قاعدين يتنافسون الحين. انا يمكن علي قلت انا شفت التسخين حق ايجالو، قلت لا بيسجل يا هدف يا هدفين اليوم، لانه انا سمعتها منك صدق والله. قلت حاضر بيسجل، يعني هذه الحماس اللي على الهدافين ترى هذا ينعكس على الانديه نفسها، وهذا اللي نبيه احنا.